أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري وفي معيشة واحدة مع والدي أنا وزوجتي وأولادي، فهل علي زكاة في هذه الحالة أم لا، وما مقدارها مع العلم أنني عندي أطفال؟ من المعلوم أن من توفر لديه نقود وحال عليها الحول أنه تجب عليه الزكاة إذا بلغت النصاب، نصاب النقود، إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، سواء كانت متحصلة من راتب أو من غيره، ومقدارها ربع العشر، مقدار الزكاة ربع العشر من المبلغ الذي توفر لديك وحال عليه الحول وكان نصابا فأكثر، تدفع منه ربع العشر أي 2.5%، في المئة 2.5، هذا ربع العشر. الله تعالى أعلم.